بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نغطي chapter 5 مادة الفيزيكس. chapter 5 بيحكي على قوانين نيوتن، لكن بنحتاج ممكن نحتاج خاصة لما نيجي نحل الأسئلة اللي هو الكينماتيك إكويجنز. الكينماتيك إكويجنز هي عبارة عن 4 إكويجنز زي ما مكتوبين هون: V final بتساوي V initial زائد AT، V final squared equal V initial squared plus 2A في distance، X final equal X initial plus V initial في time plus half AT squared. وآخر إشي، هاي طبعا مش دائما بذكروها بس هحكي لكم ليش ذكرتها أنا: X final equal X initial plus half V initial plus V final في T. طبعا إحنا ممكن لو طلعنا على V initial half في V initial زائد V final، هاي كأنها الـ average velocity، لأنه أنت بتجمع السرعة البدائية والنهائية وبتقسم على 2. anyway، تعال نشوف متى بنستخدم كل من هذول الإكويجنز. أول معادلة يا جماعة، إذا بنطلع، أنا ما بتطلع شو المذكور فيها لأنه حتوه، بتطلع الإشي اللي لم يذكر بتاتا لا بالسؤال ولا بالإجابة، يعني سوري لم يذكر لا بالمعطيات ولا بالمطلوب. يعني أحيانا بيجي بيعطيني مجموعة معطيات وبيعطيني مطلوب معين، إذا في حرف لم يذكر لا بالمعطيات ولا بالمطلوب وقتها بستخدم المعادلة هذه. يعني هون شو اللي لم يذكر؟ لو بتطلعوا الدستنس لم تذكر، هنا اللي لم يذكر مين؟ الزمن التي، تي تايم لم يذكر، هنا لم يذكر، عندي اكس فاينل اكس انيشال هاي بتمثل الديستانس، عندي السرعة الابتدائية، عندي الزمن، وعندي الاكسلريشن اذا السرعة النهائية في فاينل لم تذكر. وهنا ليش حطيت هاي المعادلة؟ لانه الاكسلريشن لم يذكر بالمرة فحطيتها. الان هذول المعادلات حنستخدمهم داخل ايش؟ داخل ال يعني حل نفس المعادلة. ممكن يكون عندك بعض الميسنج، مثلا خاصة الأكسلريشن ممكن يكون ميسنج، فوقتها بروح بطلعه من معادلات الحركة ثم بعوضه بقوانين نيوتن. طيب شو قوانين نيوتن؟ احنا زي ما بتذكرين انا كاتبهم هون: قانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الأول ايش بحكي لي؟ الجسم يبقى ثابت، الجسم الثابت يبقى ثابت طالما ما أثر عليه أي قوة خارجية. طبعا هذا إشي منطقي، يعني أكيد إذا الجسم لم يؤثر عليه أي شيء حيضل زي ما هو بحالته. ممكن تكون حالته إنه جسم ثابت واقف مكانه، ممكن يكون حالته إنه جسم عم بيتحرك لكن بسرعة بحركة ثابتة. ليش؟ لأنه فيش إشي مؤثر خارجي. هلا إذا صار في، إذا هذا تفسيري له هون بالعربي، طالما لا يوجد قوة خارجية فالجسم إما يبقى ثابت مكانه أو إن كان متحرك فيبقى بنفس سرعته. فمن هون بستنتج شيء. شو بحكي؟ معناه القوة، هاي القوة الخارجية اللي هي الفورس، تولد acceleration. شو معنى كلمة acceleration؟ هو التغير في السرعة، تغير في السرعة، كأنك لما تدعس بنزين أو لما تدعس بريك، لما تدعس غاز أو تدعس بريك تتغير سرعتك. الاكسلريشن الزيادة في السرعة، الديسلريشن النقصان في السرعة اللي هو التباطؤ. إذا كانت زي هون لما حكينا يبقى بنفس سرعته، فالفي كونستانت، إذا الفي كونستانت معناه بعرف بفهم إنه الاكسلريشن صفر. ونفس الشيء إذا الجسم جالس مكانه فبتكون سرعته صفر وبنفس الوقت الاكسلريشن صفر. طيب هذا common sense. تعال نروح على القانون الثاني اللي هو إيش؟ هو اللي بهمنا، مجموع الفورسز، هذا بسموه summation. إيش بيساوي الماس في الأكسلريشن؟ الآن في نظامين، في نظام هذا اللي أنا حاطه باللون البني وباللون الأخضر، في نظام العالمي اللي بيستخدموه بالدول العربية وبيستخدموه بمعظم دول أوروبا، اللي هو إيش؟ الفورس وحدتها بالنيوتن، الماس وحدتها بالكيلوغرام، والأكسلريشن وحدتها بإيش؟ متر لكل سكن تربيع. طبعاً أنتوا بتعرفوا من chapter 1 كيف لو إجاني بالكيلومتر أو إجاني بالسنتيمتر بالديسيمتر أو إجاني بالجرام كيف أحول الوحدات. تاني جي هون للنظام الأمريكي، الفورس تعتبر بالباوند. بتكون تنتبهوا إنه الباوند ما هو وحدة كتلة، الباوند بتعتمد على الجاذبية الأرضية. فصحيح انه احنا بنحول وبنيجي بنحكي انه الماس يعني 1 كيلوغرام بيساوي 2.2 باوند، لكن الماس وال الماس والفورس اللي هو الكيلوغرام والباوند بيختلفوا، تمام؟
فالفورس بتعتمد على الجاذبية الأرضية دائما، عشان هيك النيوتن بيعتمد على الجاذبية الأرضية. يعني وزنك على القمر ووزنك على الأرض بيختلف، اللي هو الفورس، الفورس للجرافيتي. لكن كتلتك الماس هاي ثابتة، هاي خاصية فيزيائية لك. نفس الشيء هون الباوند هتختلف، تعتبر زي النيوتن، ما تعتبروها زي إيش الكيلوغرام. فالأكسليريشن أنا بعرف بالفوت بير سكند سكويرد، لأنه هون بيعتمد بالفوت. فبالتالي إذا بدي أطلع الماس، الماس ما إلها وحدة واضحة بالنظام الأمريكي، فبنقل فوت على سكوير إس سكويرد للجهة الثانية، فبتطلع هاي الوحدة، بتصير باوند سكند سكويرد على فوت. إحنا إذا بتتذكروا من أيام الفيكتورز كنا نيجي نقسم أي فورس بتعمل زاوية ل two components، واحدة بسموها الفيرتيكال اللي هي العمودية، والهوريزونتال الأفقية. تمام؟ فإذا الفيرتيكال عمودية والهوريزونتال الأفقية. هلا أنا بإمكاني أرجع على القوانين اللي حطيناها إحنا ل chapter 3 ونعمل مارك لهذول ونجيبهم أساس ممكن نحتاجهم. نحطهم هون. كبرها شوي. أوكي. ماشي. هلا عندي ال عندي الآن مجموعة اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع على هذول. هلا هون إذا أنتوا شايفين عندي أي قوة بتكون عاملة زاوية بحولها لقوتين، قوة باتجاه ال x وقوة باتجاه إيش ال y، اللي هي r cosine و r إيش sine. بمجرد ما حولناها بقوتين بقدر خلص ألغي القوة هاي الأساسية اللي هي الآر، ولا كأنها موجودة، فبتصير قوتين. هلا إحنا ليش عم من الفيكتور بنحولهم لقوتين؟ لأنه لما نيجي نجمع، نرجع هون لأي فورس، لما أنا حطيت هون مجموع الفورس شو بتساوي M في A، لما تيجي تجمعوا أي فورس ما حتقدروا تجمعوا إلا قوتين، يا إما بنفس الاتجاه يا إما بعكس الاتجاه، يعني عاملين 180 درجة. فبالتالي step one دائما بحلل الفيكتور لهوريزنتال وفيرتيكال، بعدين بأخذ مجموع الفورس باتجاه الأكس تساوي الماس في الأكسلريشن باتجاه الأكس، ومجموع الفورس باتجاه الواي تساوي الماس في الأكسلريشن باتجاه الواي. تعال نطلع على هون. لو أعطاني جسم زي هيك، أول إشي بتكون تفهموا إنه في شيء بسموه free body diagram. شو free body diagram هذا؟ free body diagram يا جماعة، free body diagram هذا اللي هو رسمة الجسم، وهو إيش يعني مقصوص من أي عالم خارجي، يعني فقط لوحده. يعني لو كان هذا موصول بسلك، تمام، بقص هذا السلك، وطبعا باخذ كأنه قوة بتأشر باتجاه السلك، لكن بفصله عن الجسم الآخر الموصول فيه. لما نيجي على هذا الجسم، أي جسم جالس على الأرض، طبعا الجسم بطبعه طالما موجود بنطاق الجاذبية الأرضية في وزنه لتحت، ووزنه إيش؟ هذا بسموها الفورس الجرافيتي، اللي هو قوة الوزن. إذن هذه إيش؟ قوة الوزن. قوة الوزن اللي هو الماس في الجرافيتي. الجرافيتي عادة إحنا بناخدها 9.81 متر لسكند تربيع. بعدين الجسم حسب، هلا هذا قانون نيوتن الثالث. قانون نيوتن الثالث شو بحكي لي؟ ثيرد لو، لكل فعل ردة فعل مساوي له بالمقدار معاكس له في الاتجاه. فهذا فعل على الأرض، إذا الأرض تدفعه باتجاه المعاكس، بسموها النورمال فورس. هذه النورمال فورس. الآن ممكن أمثلكم النورمال فورس. إذا أنت ضربت طاولة من زجاج بإيدك،
هذه الطاولة لها احتمالين، تنكسر أو تضلها زي ما هي. إذا ما انكسرت معناها الطاولة أثرت بنفس المقدار القوة اللي أنت أثرت فيها على الطاولة لكن باتجاه المعاكس، فصدت ضربتك فبالتالي ما انكسرت. لكن إذا ما قدرت تأثر بقوة معاكسة لقوتك وقتها بتنكسر. الآن في لو صارت في حركة على اليمين نحكي، فبيكون في acceleration باتجاه اليمين. طبعا هذا الاكسلريشن ممكن يكون مسبب من ايش؟ الفورس ابلايد، هذه الفورس اللي موجوده على الشمال اسمها الفورس ابلايد، يعني قوه ايش بتاثر على الجسم باتجاه اليمين فدفعته هون. بطبيعه الحال اذا كانت الارض خشنه، هاي العلامه عاده، هاي علامه انه الارض خشنه بسموها فريكشن. فريكشن اللي هو الاحتكاك، فهذا ايش معناه احتكاك؟ الفورس للفريكشن بتكون دائما بعكس اتجاه الحركة. الاكسلريشن على اليمين معناها هي على اليسار، وقيمتها ميو اللي هو معامل الاحتكاك، هذا بسموه الفريكشن اوف كوفيشنت او كوفيشنت اوف فريكشن كوفيشنت او كوفيشنت اوف فريكشن، بعدين ضرب النورمال فورس. اذا هذه بتكون العلاقة ما بين الفيرتيكال والهوريزونتال اللي هي مين؟ الفورس للفريكشن، يعني تستغل الvertical force وبتطلع فيها الhorizontal force اللي هي force of friction. إذا كان الforce للfriction تساوي صفر، فهذا الجسم بيكون إيش بسموه friction less، تمام؟ زي الice، الice يعتبر friction less. طيب هذا أحد الهاي. خلينا الآن هذه زي ما يعني شايفين هي بشكل عام. طبعا حنشوف احنا حناخد بعض الأمثلة فيها زوايا، حناخد بعض الأمثلة فيها اللي هو حبل. خليني هون بس أحط لكم قانون الحبل اللي هو بسموها التنشن فورس، قوة الشد. فإذا هذه أول إشي الجسم، هذا أول أنواع الأجسام. خلينا ناخذ جسم آخر نحطه هون، يكون معلق بحبل. هذا الحبل يسموه تنشن، تمام؟ فهذا تنشن. شو يعني تنشن؟ قوة الشد. طبعا كل هاي الأمور حتتوضح أكثر لما نحط مثال. وآخر إشي اللي هو السبرينج. السبرينج مهم جدا. خلينا أحط القوة تبعته هون. إذا عندك جسم موصول بسبرينج، هذا الجسم ممكن قوة السبرينج تكون لليسار أو قوتها لليمين، تمام؟ هاي بسموها الفورس للسبرينج. فورس للسبرينج شو تساوي؟ كي إكس. طب شو الإكس هاي؟ أو دلتا إكس أحيانا بيعطوها، اللي هي إذا كان الجسم هون وتحرك وصار إيش؟ مثلا الجسم تحرك وصار إيش هون؟ الفرق ما بين هاي البوزيشن، تمام، وهذا البوزيشن، يعني هاي النقطة وهاي النقطة، لأن هي نفس النقطة، هاي بسموها إيش؟ دلتا إكس، تمام؟ هذا الفرق ما بين إيش؟ النقطة هاي والنقطة هاي، دلتا إكس. الكي هذا بسموه إيش؟ الفور السبرينج كونستانت أو الفورس constant سموها، تمام؟ وهذه خاصية من خصائص السبرينج، بتميز سبرينج عن آخر. بتعرفوا بعض السبرينجز بيكونوا قاسيين جدا وبعضهم إيش بيكونوا خفيفين. إذا هذولا الثلاث قوانين الأساسية، هذه لجسم عادي، هذه لجسم مشدود بحبل اللي هي قوة التنشن، وهذا إيش؟ السبرينج. حناخذ الآن مجموعة أمثلة ونوضح فيها. هيك بنكون خلصنا شرح هاي الأشياء. أنا هون حطيت برضو الفيكتورز كيف ممكن نمثلهم، زي ما حكينا نمثلهم بقوتين، وهاي طرق التحويل كيف نطلع الديركشن والماجنتيود. طبعا هاي كلها ارجعوا للفيديو اللي شرحت فيه تشابتر 3 وتفهموها بشكل أفضل. إن شاء الله الفيديو القادم بنحل ناخد مجموعة أسئلة، ممكن نقسم كل سؤال على فيديو لأنه حلول هاي الأسئلة طويلة، للمواضيع المختلفة إن شاء الله. يلا يعطيكم العافية.